صباح الخير على حضراتكم مجددا مشاهدينا الكرام. نرجع معاكم الاستوديو صباحنا مصري، وبنتكلم النهارده عن تحويل مصر لمقر اقليمي لمنتدى غاز شرق المتوسط. بعد توقيع اتفاقيه انشاء مقر منتدى شرق المتوسط في القاهره، ازاي مصر تتحول الى مركز عالمي للطاقه؟ الاكتشافات الخاصه بالغاز في البحر المتوسط وتحديدا حقل ظهر، وايضا كل ما تتمتع به مصر من مقومات خاصة بالموقع الجغرافي وإمكانات اقتصادية مكنها من أن تتواجد بشكل قوي جدا على الساحة الخاصة بالساحة الإقليمية الخاصة بالغاز. حول هذا الموضوع بيشرفنا اليوم باستوديو صباحنا مصري دكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة الجديدة والمتجددة. صباح الخير دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. بداية، يعني ما هو المقصود بفكرة منتدى غاز شرق المتوسط؟ منتدى الغاز ده خاص بان عندي غاز ويجب ان انا اسوقه بطريقه علميه سليمه. الغاز اللي عندي غاز موجود وغاز يعني مخزون حاليا فبيستخرج، وعندي مخزون للمستقبل. اما كنتش انفذ ان انا استخدم الغاز ده استخدمه بطريقة اقتصادية كويسة، بيعتبر بالنسبة لي عائد مش كويس. طيب ازاي بدأت الفكرة دي؟ اولا علشان انا اقول ان عندي غاز وادور على غاز داخل مصر، لازم بجيب شركات اجنبية تشتغل، وعشان الشركة الاجنبية تشتغل لازم تشتغل في مكان امن، في حدود امنة، وتضمن ان الاستثمارات اللي بتعملها انها لها عائد وفي ضمان انها تاخد الفلوس. يبقى اذا في استثمار كويس. علشان يتم الكلام ده ست الرئيس اول حاجه عملها عمل ترسيم الحدود مع الدول المجاوره. ما دام عملت ترسيم حدود، يبقى لما بدور في حدودي على غاز او بترول يبقى دي الحاجه بتاعتي، ما حدش يجي عندها او ما يحصلش اي نزاعات. يبقى اذا الشركات الاجنبيه اللي هتيجي ايا كانت الشركات هتبقى عارفه ان انا ان هي بتشتغل في الحدود بتاعتها. ثانيا علشان انا بشتغل في البحر. انا عندي 3000 كيلو متر حدود بحريه بتاعتي، سواء البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط. طيب انا لما ارسم الحدود بقى في البحر الاحمر والبحر الابيض، يبقى انا عندي 3000 كيلو لازم احميهم بحريا. يبقى لازم تكون في قوه ردع قويه من القوات البحريه. صحيح. وده اللي تم، فاصبح عندي حدود امنه، ترسيم حدود وعندي كمان قوه بحريه. طيب هل في استثمار جيد؟ اصبح في استثمار جيد. يبقى اذا انا استدعيت الشركات بقول لهم تعالوا دوروا على بترول وغاز في الحدود الامنه بتاعتي والمؤمنه، فبالتالي الشركات كلها بدأت تتصارع في هذا الكلام. الحمد لله حصل اكتشافات كويسة جدا. الاكتشافات دي فيها كم هائل من الغاز، احنا وصلنا لحد حوالي 7.5 مليار قدم مكعب يومي. علشان يبقى عندي هذا الكلام يبقى لازم ان انا هعمل له استثمار خارجي. لازم هستخدمه داخليا وهستخدمه خارجيا. علشان كده تم في 2018 في جزيرة كريت رئيس قبرص والرئيس السيسي والرئيس وزراء اليونان عملوا اجتماع في اكتوبر 2018 بهذا الفكر، ان هم يستغلوا الاحتياطي اللي عندهم والمنتج بان هم يعملوا منتدى ويبتدي يحصل له انتشار. بالزبط. طيب المنتدى ده هيتم مع انهي دول؟ دول منتجة ودول بتستغل ودول محتاجاه. طيب يبقى اذا انا اعمل المنتدى بين الاثنين دول. طيب هل الغاز بيمشي ازاي؟ الغاز بيمشي في وسط بايبس او انابيب من مكان الانتاج لمكان الاستهلاك. يبقى اذا المنتدى هيلم اللي بينتج واللي هيستهلك والدول العابره فيها هذه الانابيب. تمام. فعشان كده بدا المنتدى، هو بدا الفكره كانت في اكتوبر 2018، بدأ الترسيم وبدأ التخطيط لها في 2019. صحيح. 2019 كانت التخطيط، 2020 التصديق، 2021 التنفيذ. 19 اتجمع 7 دول رئيسية لهذا الموضوع. مصر واليونان، وعندنا اليونان وقبرص وإيطاليا، وعندنا فلسطين والأردن وإسرائيل. فيبقى أصبحوا 7 دول دول مؤسسة للمنتدى. طيب الدول المؤسسه المنتدى دي علشان تشتغل هي هتاسس، يبقى هي محتاجه خبرات من بره. الخبرات دي هم لما عملوا بداوا يعملوا الاجتماعات الاوليه
بدأ فيه من الدول الأوروبية والأوروبا فيها مندوب مراقب، في من أمريكا مندوب مراقب، في من البنك الدولي مندوب مراقب، دول علشان نستفيد من الخبرات بتاعتهم والدعم المالي إذا احتاج. تمام. احنا هنا يا دكتور بنتكلم عن فكرة انه مصر من دولة كانت بتستورد الغاز ويعني وبيتم اهدار كم كبير جدا من العملة الصعبة في استيراد الغاز، الى تحويلها الى دولة مش بس عندها اكتفاء ذاتي، لا خلاص دي بقى دولة مصدرة ومركز اقليمي للغاز في المنطقة ككل. هذا التحول هي يعني خدمنا فيه حاجات كتير، طبعا الاكتشافات الاخيرة الخاصة بحقل دور والانتاج الكبير اللي بيخرج منه، الموقع الجغرافي، عوامل كتيرة الى جانب طبعا الجهود الدبلوماسية والسياسية في التواصل مع الدول المشتركة معنا في هذه الحدود. هو حضرتك احنا قلنا المراقبين فايدتهم ان هم بيدوني دعم، قلنا 7 مؤسسين، المنتدى بيقبل اي عضوية لاي دولة تحقق الشروط بتاعه المنتدى. فبالتالي احنا اولا اكتفاء ذاتي عندنا من 2018 الحمد لله اكتفاء ذاتي للغاز، تمام، فاحنا كده وفرنا للفلوس اللي كنا بندفع. عندنا محطات اساله غاز، ودي من اهم الحاجات، لان احنا كنا بنشتري الغاز المسال، ما فيش دوله حوالينا عندها اساله زي بالقوه اللي عندنا دلوقتي. احنا دلوقتي على اخر السنه هنبقى نطلع 12 مليون طن، يعني بمعدل 1 مليون طن كل شهر. احنا كنا وصلنا ل 4.5 بعد الاتفاقيات في دمياط، هنوصل ل 12 مليون طن مسال غاز، دي مهمه جدا، يبقى بدل البايبز بيتنقل على سفن. كمان ان الغاز اللي انا بستخدمه اللي بيطلع من عندي بستخدمه استيراد، بصدره بالظبط، وفي نفس الوقت بستخدمه محلي. بستخدمه محلي بالكفاءه العاليه، حطيت محطات بتروكيماويات، محطات بتروكيماويات القيمه المضافه بتاعتها عاليه جدا، اصبح عندي عدد كبير من شركات البتروكيماويات المنتجه اللي بتستخدم الغاز. عندنا كمان الاستخدام، احنا نتكلم على الاستخدام المحلي، حوالي 12 مليون منزل او وحده استفادت من الغاز بتاعنا. عندنا حوالي 59 قريه تماما توصل لهم الغاز. وعندنا المشكله الثانيه في العدد، عندنا 1332 قريه محتاجه غاز. ال 1332 قريه دول 199 اتركب لهم غاز بعد 59. جميل. ليه؟ لا، بعد ما بيخلص الصرف الصحي بيتم تركيب الغاز. وبعدين عندنا 432 قريه جاري فيهم دلوقتي توصيل الصرف الصحي، هيتركبهم يعني هتركب لهم الغاز، يبقى فاضل عندنا 710 دولة اللي هم على الخط. ماذا يضيف بقى منتدى غاز شرق المتوسط الى هذه القيمه الكبيره اللي اصبحت لمصر في هذا القطاع؟ حضرتك المنتدى بتاعنا زي اوبك. اوبك دلوقتي هي كنت اوبك واوبك بلس، لما بيجمعوا مع بعض بتتحكم في البترول واسعار البترول في توزيع البترول وفي السعر وفي صحيح. الانتاج احنا اصبحنا للغاز. وبعدين احنا اصبحنا منتدى اقليمي حكومي دولي صحيح، وكله مصدق عليه، يعني احنا قلنا 2020 تم التصديق من جميع الدول، احنا صدقنا عليه بقرار 644 664، وعندنا مراقبين دوليين، وعندنا مراقبين دوليين يعطي شرعيه دوليه. وفي اخر 20 اضيفت الامارات كدوله مراقبه. كمان ان هنقول بقى في اول 21، في اول 21 تم تعيين، هي سنه بقت 21 خلاص تصدق بالميثاق بتاع المنتدى. تم تعيين الوزير طارق الملا هو رئيس المنتدى لمده سنه، والوكيل اللي هو الاستاذ اسامه مبارز ده بقى نمره اللي هو المسؤول الامين العام. ده سنه، ومن السنه الجايه هتبتدي قبرص. تمام. طب في خلال السنه ده تم ايه؟ تم اضافه دوله ثانيه جديده اللي هي فرنسا. بقت فرنسا عد بدل ما بقينا بدل ما بقوا 7 بقوا 8، 7 مؤسسين والثامنه مضافه لها. تمام. ادي حاجه. الحاجه الثانيه بداوا يدرسوا الرئاسه هتبقى لمين، الخطوات بتاعه تعيين الامين العام وتحديد الدراسه. تمام. وتحديد اللي هو الجدوى الاقتصاديه من المنتدى
والامكانيات الماليه لها. ده الى اي مدى بقى هيمكننا من ضبط الاسعار يعني بما يحقق لنا مصالح يعني جيده، ايضا مساله الترشيد للاستهلاك والبنيه الاساسيه، ازاي مصر هتستفيد على اكمل وجه من هو حضرتك فيه؟ بالنسبه للاستفاده داخليا، احنا دلوقتي تحويل السيارات لاستخدامي للغاز كل لتر بوفره بنزين بيوفر لي تقريبا دولار. فادي اول واحده. ثانيا المصانع اللي انا كنت بستورد لها الغاز كلها بتاخده من عندي، فاصبح التوفير مادي كبير. مصانع البتروكيماويات زي ما قلنا ده بتنتج وبتاخد قيمه مضافه عاليه وبصدر منها بقيمه عاليه. ادي الاستخدام. عندي حوالي زي ما قلنا 12 مليون وحده، الوحده دي كمنازل او مصانع استخدمنا معها الغاز. صحيح. كمان بالنسبه للغاز احنا قلنا لما الاتجاه الجديد ان هو يحول السفن والطيارات لاستخدام الغاز. فده جديد بقى. وده جديد وده هيبقى. ثانيا الغاز بيضاف في اوروبا بيضاف عليه نسبه 20% من الهيدروجين، بيستخدم طاقه زياده جدا بتبقى عاليه جدا، فده اصبح عليه الاستهلاك كتير. ده بالنسبه لمصر. بالنسبه للمنتدى، اخر منتدى اللي هو كان في من 4-5 ايام اللي هو راسه كان رئيسه الوزير طارق الملا، ده اللي قام بقى اللي كانت له ايجابيات كويسه. الايجابيات اولا اللي حضر المنتدى ده الثمانيه اللي هم الاعضاء الرئيسيين، اللي هو قبرص تمام والفرنسا حضروا بقى المنتدى. وتم بقى الاتفاق على ايه؟ ايوه الاتفاق بقى كان على ايه حضرتك؟ الاتفاق على واحد، انشاء الامانه العامه للمنتدى. ودي طبعا ده يعتبر الاجتماع الثاني بعد اعلان الميثاق والتصديق عليه. تمام. وبعدين اطلاق الموقع الالكتروني الرسمي للمنتدى. ثالث حاجه عاملين جدول زمني لتعيين الامين العام الدائم بيبدا من اول 2022. تمام. الموافقه على الميزانيه بتاعت 21 الموافقه على الميزانيه اللي فاتت اللي هي 21-22. كمان اتفقوا على ان الولايات المتحده تدخل كمراقب داخله، البنك الدولي والاتحاد الاوروبي. كل الحاجات دي الثلاثه دول كمراقبين علشان يستفيدوا من الخبرات والدعم الكبير سواء بقى من البنك الدولي او من الخبرات بتاعتهم. ده كمان بالاضافه ان هم في حاجه اسمها استشاري. الاستشاري ده دي الشركات اللي بتنتج الغاز واللي بتستخدم في الغاز. تم رفع الشركات اللي هي شغاله كاستشاريين من 16-29. فاذا الايجابيات اللي موجوده دي كلها معناها ان المنتدى في تقدم سريع. هو بدا 18 كفكره، 19 بدا يتحط الخطوط الرئيسيه، 20 التصديق عليه، 21 الحمد لله بدا. حضرتك بدا معناها ان المحور الرئيسي في التصرف في الغاز في منطقه الشرق الاوسط بالذات هتتم من خلال القاهره، لانه ده المركز الرئيسي لهذا الكلام. بالزبط. زي ما هي فيينا موجوده الاوبك واوبك بلس، احنا القاهره هي ان شاء الله المركز الرئيسي للغاز. فدلوقتي اي مشكله واي طلبيات موجوده للغاز في منطقه الشرق الاوسط او في اوروبا هتكون المحور الرئيسي بتاعها القاهرة من خلال المنتدى. ده هيحول مصر يعني مركز اقليمي عالمي للغاز، وهيوجه طبعا الانظار في هذا الاتجاه. ده بيدعم مصر من نواحي عده الحقيقه، بيدعمها اقتصاديا بشكل اساسي، بيدعمها ايضا بيعطي لها قوه اقليميه سياسيه كبيره. يعني هذه الامور اللي بتعتبر مهمه جدا الى جانب انه هو امر اقتصادي في المقام الاول. ده طبعا هيكون تاثير ايجابي جدا على مصر ان شاء الله خلال الفتره القادمه. حضرتك طبعا لان احنا اول ما فيش دول فيها استهلاك غاز، اللي عايز يصدر الغاز بتاعه كمثال هيبعته عندنا واحنا نبعته. تمام. فدي قيمه مضافه. صحيح. كمان اللي عنده غاز او كان عامل تعاقد على غاز وحصل فيه اي دروب او اي نقص علشان يوقف المنتدى بيغطيه من دول، وبعدين بيبقى كل دوله لها الحصه المعينه اللي ما تخرجش من خلالها. لو حصل اي نقص او اي مشاكل في اتجاه تاني المنتدى مسؤول على انه يغطي هذه اي نقص او اي حاجه زي كده. ثانيا هو بيتمكن او بيحدد السعر اللي موجود. السعر ده بناء على ايه؟ هو عرض وطلب، وزي الاوبك
عرض وطلب لما السعر لما بيكون بيزيد بيرتفع السعر، فهو بقى لا عايز يرفع السعر قوي ولا يخلي السعر ينزل قوي، فيبقى هو ماشي في مستوى ثابت او تقريبا ثابت. فهو ده بيساعد على ان يبقى في ليه؟ لان في دول بتبقى معتمده الدخل القومي بتاعها على سعر الغاز وتصديرها للغاز. صحيح. فاذا لما انا اثبت لها يبقى اذا الدخل القومي بتاعها تقريبا موجود ثابت. انما لو بقى حصل تدفق للغاز فترة فالسعر بينزل فالدخل القومي بتاع الدول دي بتقل. وطبعا الزيادة كتير هتبقى فترة معينة وهتأثر على دول مش هتشتري فهتبقى فيها مشاكل تانية. صحيح. أو تعمل تضخم في دول تانية. صحيح. دكتور حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا ومش ممكن أعديها، وهي فكرة إنه مش بس هيكون تحويل السيارات بالغاز الطبيعي، لكن حضرتك اتكلمت عن السفن وعن الطائرات، وإحنا مصر موقع يعني جغرافي متميز جدا، وقناة السويس طبعا يعني حركة التجارة العالمية بتمر من قناة السويس. حينما نتحدث عن إنه مصر مركز إقليمي للغاز، ونتحدث عن إنه لدينا طبعا منطقة لوجستية رائعة جدا في منطقة قناة السويس، كيفية الربط بين هذا وذاك وتحقيق أعلى منفعة اقتصادية لمصر فيها؟ أو أعلى ما شوفي حضرتك، لو إحنا عندنا الإمكانية أو الدول بدأت تستخدم الغاز كان للسفن او للطيارات، بالذات للسفن لما بنتكلم على قناه السويس، يبقى اذا احنا عندنا غاز متوفر، يبقى اذا كل السفن اللي هي هتعدي لازم هتاخد من عندنا غاز. صحيح. ادي حاجه صيانه ويعني ودعم كل السفن، كل ما يترتب على استخدام الغاز. صحيح. ده بالاضافه ان احنا بنقلل التلوث البيئي اللي موجود في الجو، بينزل بنسبه عاليه جدا طبعا. ده كله افاده. طيب بالنسبه لينا ان احنا لو احنا عايزين نصدر الغاز سواء بقى في البحر الاحمر، عندنا خط على البحر الاحمر، عايزين نصدر على البحر الابيض المتوسط، هنصدر من خلال البحر الابيض المتوسط، الربط بينهم قناه السويس. فيبقى اذا لو انا باخد المنتج بتاعي من دمياط او من ادفو كده وعايز اصدره بحر احمر، هيعدي قناه السويس وبسهوله، ما يقعدش يلف اللفه الطويله. صحيح. فهي دي بالنسبه لنا كموقع جغرافي كويس جدا بالنسبه للاستفاده بتاعتنا للغاز. ما شاء الله احنا عندنا 7.5 دلوقتي مليار قدم مكعب يوميا. فلازم كل الكلام ده له استغلال، واستغلال واستغلال اقتصادي، يعني مش استغلال. وعلى فكره في التوك توك دلوقتي، التوك توك بيستهلك في السنه، توك توك استهلك سنويا يعني على اساس انه انا هقول 3 مليون، مش هقول اكتر من كده، 3 مليون توك توك بيستهلكوا كام لتر بنزين في السنه؟ بيستهلكوا 7 مليار 666. 7 مليار و66 و66 قرب 8 مليار لتر بنزين. ده لو تحول غاز، وده السيستم ده موجود، هيوفر كتير جدا، هيوفر ده كدولار. كدولار، ولما بيوفر كدولار بيوفر الجزء اللي انا بستورده من بره، وفي نفس الوقت بيقلل الانبعاث. وكمان النظام الجديد اللي هو محطوط على التوك توك عشان يحوله لغاز، عليه سيستم كنترول بيقول هو راح فين وجه منين، وبيبقى متشاف ما قدرش يعني يخرج امنيا عنه. يعني كمان يعمل ما يسببش اي مشكلات، ولا يقدر صاحبه، ما حدش يسوق الا صاحبه على فكره. لانه له سيستم زي الاي تي ام والبصمه. تمام. ده بس هو اللي بيسوق. تمام. فده برضو توفير الغاز. صحيح. يعني هي الحقيقه يعني امور كتيره جدا تتعلق بالمنافع الخاصه بمنتدى غاز شرق المتوسط، واعتقد انه خلال الفتره القادمه ايضا هيكون هناك المزيد. احنا الحمد لله الاكتشافات، يعني احنا تم التعاقد على شركات هتيجي بتبحث على الغاز، وفي اخبار ان شاء الله ممتازه جايه في القريب العاجل بالنسبه لاكتشافات الغاز والبترول داخل مصر. ان شاء الله. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا، شرفتنا اليوم. دكتور سامح نعمان، استاذ الهندسه وخبير الطاقه الجديده والمتجدده، شكرا لحضرتك، شرفتنا النهارده في صباحنا مصري. مشاهدينا الكرام، لسه مكملين مع حضراتكم هذه الحلقه من صباحنا مصري، وموضوع اخر من موضوعاتنا مع زميلي حسني بشير بعد الفاصل، خليكم في انتظار.